يعني المؤلف رحمه الله لما أنه ذكر لك حل المال وطيبه من جهة الكسب، وأنه لا يحمل الشح على أن يجلب المال من غير وجه حله، ثم بين لك فضل إنفاق المال ابتغاء وجه الله عز وجل في وقت الصحة والشدة والاختيار، وأن الشح به هناك قد يكون خطر عليك وضرر عليك. الآن انتقل إلى أنك لا تحرص على كثرة المال، على تنمية المال، فاحرص أن يكون مالك على قدر حاجتك، على قدر حاجتك، لأن كثرة المال مشغلة، لو ما فيها إلا أنها تشغلك في صلاتك وتعوقك عن بعض واجباتك وتعلق نفسك بالمال، وآخر شيء إنك تحبس عن الجنة وقتا ولو كنت من أهل الدرجات العلى في الجنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو أخبر أن فقراء الأمة يدخلون قبل الأغنياء 500 عام، قال وأهل الجد محبوسون، أهل الغنى محبوسون، ليش؟ لكثرة الأموال، فإنها أكثرت عليهم الحساب ومتعلقاتها فيما بينهم أيضا، هذا تاجر مع التاجر وذا وذا، فتؤخرهم. هذه تدل على أنه ما ينبغي الاشتغال بكثرة المال وتنمية المال، خصوصا إذا كان يحتاج إلى تفرغ وعناية، يحتاج إلى تفرغ وعناية، فلذلك احذر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المكثرون يعني أهل الأموال هم الأقلون يوم القيامة لكثرة التبعات التي تتعلق بها، يعني مسألون عن وجوه جلبه وعن وجوه إنفاقه وعما يعلق بذممهم من الديون والحقوق لغيره. نعم.